لا والمشكله ان هو عنده حماس رهيب يحسسك هنقدر نكسب التحدي ده ولا ايه. هجيب لهم القصه من البدايه عشان يفهموا احنا بنتكلم على ايه. بص يا جماعه احنا جينا من شويه محمود لقيناه بيتصل علينا صاحيين يا جماعه احنا صاحيين في ايه؟ قال لنا النهارده انتوا جايين عندي. طب ليه؟ هنعمل تحدي النهارده. التحدي هيكون على ايه؟ قال لنا على عجل. هنجيب عجل وهنقسمه نصين وانت تدخله في نص واحنا ندخل في نص هنشوف مين اللي يكسب ومين اللي هيخلص الاول. ان شاء الله احنا نقول له عجل يقول لك اه عادي يعني يقول لك اه. فالمهم احنا من زمان قوي نفسنا ان احنا نعمل التحدي ده ان احنا نجيب عجل. طبعا ما نقدرش ان احنا نسويه حته واحده ده مستحيل مفيش الكلام ده. صباح الفل يا حاج. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير. قال ايه محمود عايز التحدي ده حيوان اهوت. محمود عايز التحدي. ازيكم حبايبنا عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير. هم كلهم جم في الملعب. نظام العجل ده بتاعنا بقى شغلا. هوريهم ازاي احنا هنكسب. لا لا بس سحر هتفرمنا. لا سحر مين؟ سحر هتفرمنا. لا لا اخو يوسف يعني لازم محمود عامل ازاي ما بيعرفش ياكل. لا سحر مين؟ ده شغل انا. تعالى تعالى محمد. بس ايه الشياكه دي يا حاج؟ الله اكبر. بص ما عشان جايين في الملعب عشان هم جايين. بص يا جماعه انا بقى اقول لكم على كل حاجه بامانه ومش هخبي عليكم اي حاجه. هو محمود على علم وعرف ان النهارده الفري بتاعي فقال لي يا محمد انا هعمل معاك واجب وهدلعك كتير فانا هجيب لك حته عجل هنقسمه نصين احنا ناخد نص وانتوا تاخدوا نص. ده محمود لما كلمنا بيقول لنا انا دلوقتي واقف في المزرعه وبختار العجل. انتوا لازم تيجوا انتوا لازم تتحدوني. ان شاء الله احنا هنكسب التحدي دوت بفضل ربنا وبدعواتكم. ان شاء الله ان شاء الله احنا داخلين التحدي ده وهننسيه. بس انا عايز اقول حاجه. انا عايز اقول حاجه. احنا عايزين ندي تشجيع للناس اللي دخلت وحطت لايك للفيديو. تشجيع للناس اللي دخلت وحطت لايك للفيديو. تشجيع للنار. تشجيع من النار. تشجيع من النار. يلا بقى عشان نتوكل على الله. اهم حاجه النهارده يا جماعه التحدي ده ما بيتعملش كل يوم والتحدي بتاع النهارده فعلا صعب. فطبعا هتلاقوا التحدي بتاع محمود على قناته اللي هي يوميات محمود وصحت والتحدي بتاعنا هنا في الفيديو. واهم حاجه ما تنسوش هتختاروا عقاب للفريق الخسران. انتوا اللي هتختاروا العقاب. بس اهم حاجه تختاروا عقاب صعب بقى يكون شديد شديد. ايه قولي عقاب يا ريماس. ترش برفان في بقك. برفان في بقك ايه ده؟ احنا عايزين النهارده يا جماعه العقاب اللي تكتبوه يكون عقاب قوي جدا يكون عقاب شرس. ليه؟ لان التحدي شرس. التحدي شرس. نام التاني برضو. هي بص هو محمود احنا النهارده كده بنشقى بنشقى عشان خاطر هنحط عليهم في التحدي. ان شاء الله التحدي النهارده محدش هيكسب التحدي ده غيرنا عشان احنا ابطال. احنا ابطال. خليكم فاكرين الكلمه دي كويس قوي يا محمود. انت وسحر وربنا يا سحر ما يشيب حقي مني. علمت عليك في اخر تحدي يا عيني. ماشي. ايه بتنام كل يوم العجله دي ليه؟ عشان بتسهر بالليل. ما اشتغلتش كويس. زودها كويس وشيك على العجل كله بقى. حاضر يا باشا. تحت امرك يا فندم. احنا عايزين النهارده انك تساحهم. احنا ناخد بطارنا. اوعى يعلموا علينا. سحر علمت علينا كلنا امبارح. ده انا هنفخهم. احنا عايزين النهارده نرد شرفنا. انتوا خسرانين. انا عن نفسي انا من الفريق كسبان. بس انا ومحمد تعلموا علينا. الفرافير يعلموا على الابطال. لا طبعا مش يعني لازم اخلص طاري النهارده. جاهزين يا ابطال؟ جاهزين. جاهزين. جاهز يا حاج؟ اه نقلعت الجاكيت عشان اعرف اخش جامد. يلا خش. تسوق انت؟ محمد علمني. اه اتعلمت. اتعلمت بس لسه برضه يعني ايه لسه؟ نص نص. نص نص. انت عارف انا كان نفسي في القرار الجديد اللي طلع اللي هم بيقولوا يسوق من سن 16 ده يكون في عربيات. خلاها مكان بس. مش فاهم في ايه؟ لا وبرضه لسه يا زياد. انت اصلا لو طلعت الرخصه دلوقتي جدك مش هيخليك تسوق العربيه. بس في حاجه في 2 3 مننا كده هيروحوا مع الفريق الثاني لان الفريق الثاني هيبقى قليل. هتبقى بالقرعه بقى. هنعمل قرعه وهنودي مجموعه مننا هيروحوا هناك. انا عن نفسي هخرج من القرعه لان انا عايز ابقى ضد سحر. انا بص مش انا عايز بص انا عايز الفريق اللي معايا يكون بطنه مخرومه ويكون مفجوع. خليك معايا عشان انا هنتقم. خليك معايا. ماشي انا معاك. مش يا عم انا معاك. ماشي. انا عايز اقول ان انا هبقى مع خالي محمد وخالي حسن. انا هبقى عايزه ابقى ضد خالي محمود وابله صاحه. اهم حاجه رماس. هتبقي مع مين؟ مع خالي محمد. عشان معانا معلوم مع خالي محمد. طب خليكي مع جده. لا مع خالي محمد. طب مع سته. مع خالي محمد. الواد حسن ده بقى لما بقول له في حاجه هم قال لا 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 ايه يا عم قال لا لا عرفت ان في عيد لعبيد فرح. اه يا عيني اللي بتحب الاكل. سلام عليكم. شفت جبت لك الرجاله ما تاخرتش لحظه. والله العظيم انت حبيبي. والله العظيم لابوسك. اللي عدى الفري. فاكر المره حبيبي حبيبي. فاكر المره اول ما قلت لهم كله قال لك يلا كله قال لك يلا على طول. هناكل هناكل
طبعا المره اللي فاتت كنت عاملين جدي ومحمد كان عينه منه وقلت له لا ده بتاع اهل الله، قلت له ليك حاجه عندي كبيره. طبعا انت النهارده ايه يا حاج السادة يا يابا؟ عايزين يقوموا فين؟ السادة يا يابا هو فين العين؟ تشجيع من النار، تشجيع من النار. ايه حلناها سحبناها مفيش تشجيع اهو. ايه رايك؟ لعيب لبتله اوعى. هو فين؟ انت عايز حاجه من اللي بتعمل ايه كده؟ هو لحقك له فين؟ ايه رايك في العجل يا برنس؟ اديله بوسه بقى يا عم. بص اهو مصدوم يا عم، شوف الفخده دي واقعه من هنا عجل يا عم. فين العجل؟ لا لا ده بتيل. هو ده بتيل. ده انا قمت من على الاكل. ما هو اكل اهو. انا كنت قاعد بفطر، انا سبت الاكل ومشيت. ايه رايك يا ابني؟ ده حته لحمه باشا، ده اكل الملوك ده. بص بس ده حرام يتذبح. حرام ايه؟ الحق يا حاج، قول له حاجه. لا 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 قول له حاجه. بتيله بيتذبح قبل ما يوصل 6 شهور هو صغير. يعني انا اكله لوحدي ده عادي؟ هو بيتكلم ايه؟ صغار قوي. انا اكل والله. بيتكلم ايه؟ بزبده كده شيله. يلا يا ابني افهم افهم. انت وهو انتوا ما اكلتوش البتيلو قبل كده؟ البتيلو ده بيبقى في الجاموسي بس. البتيلو في الجاموسي. يعني بيرضع بيتذبح اقل حاجه من اول ما بيتولد لغايه 5 شهور كده. هنلغي بقى المقدمه اللي احنا عملناها، لان احنا عمالين نقول للناس ايه؟ هناكل عجل، هناكل عجل من الاول وجديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده ان شاء الله يا جماعه احنا عاملين تحدي قوي جدا جدا. على بتاعها كده عامله نفسها عجل. هو عجل بتلو، والعجل البتلو اصلا بيتذبح في السن ده وفي العمر ده. وتنويه بسيط مع احترام القاضي كامل حاج، النتي الجاموس ما بتتذبحش عشان خاطر احنا ننمي الثروه الحيوانيه، فممنوع ذبيح الاناث في العمر اللي زي ده، مسموح للذكوره بس. فعشان نبقى ايه كلنا واضحين، ما حدش يروح يجيب نتايه. لا عايزين الانتاج يزيد في مصر كده والاستثمار بتاعنا إيه؟ يا عم انت غفلتني وقومتني من على الاكل وام وسيب. يعني اللانشون ولا العجل؟ فين العجل؟ طبعا اللانشون يا ابني. هو ده مش عجل وربنا اسمه عجل يا عم. ده انا قوم بيه لوحدي. انت لك ايه؟ انا قوم بيه لوحدي ده. طب يبقى ورينا فلاح. انا اهو وانت اهو. يا محمود اسمه ايه؟ عجل كيوت. كيوت العجل كيوت. المهم انا جاهز. انتوا جاهزين؟ عندك اقتراح وقولوا. لا والله العظيم دمه خفيف. عندك اقتراح وقولوا رايكم. ماشي مش انت دمك ايه رايكم لو نشتري واحد كمان زي ده كده، وكل واحد يدخل في عجل لوحده؟ لو خلصت النص ده هنجيب واحد تاني. انت عارف النص ده يجي كام؟ يخش في 25 كيلو النص. ما فيهوش عظم يا ابني. الريش بتبقى زي رفع السيجاره كده. ماشي بس الصغير ده انا قوم بالوحدي. ده هيتاكل ني. الواد ده كيوت قدام العيد ده. بس كده العيد ده. هلا 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 يا عم. انا فرحان قوي. تعالى اما اوريكم بقى. بص احنا الحمد لله احنا خلصنا كل حاجه، مش واقفين غير على الاكل وبس والسوا. الله اكبر. ده كده حسن ما عملش في العجل ده حاجه. اقسم بالله لو الحاج ومحمد اللي مظبطين حسن كل مره يهرب. هو محتاج حاجه. يبقى هو اللي يغسل المواعين. ده حته عجل، ده حته عجل بزبدك. ده حته عجل بالفجر لوحدها. الله اكبر. بس انت خلصت. انا عايزه يا محمود اكسب الواد ده بالذات. هتكسبي وريني. مش خلاص كده محمد؟ وريني هتكسبي. وريني. انت بقى الدور جاي عليك انت. تعالى يا جماعه. سؤال صغير، سؤال صغير. هو ليه كبر؟ انا ما شاء الله يا ابني مش كبر والله. هو والله العظيم يا جماعه كبر. ما كانش ربنا حط فيه البركه. انا ما اعرفش ايه ده البركه. ده نص. بص ده نص وده نص. يعني هو ده كده مش العجل. لا ما شاء الله. الله اكبر. يعني ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. انا لازم يا حبيبي الدايت بتاع الدايت ياكل الورك ده. طب اللي شايف ان هو كبر يعرفت ان هو كبر. بص احنا اتفقنا على ايه بقى؟ سحر قالت ان هي هتسوي الاثنين مع بعض عادي، وهتسويهم صحاح. ربنا يديها الصحه. ما تشوف هي هتعمل ده ازاي. فاحنا هنسيب لها النص بتاعنا هنا، واحنا هنروح بقى نجهز نفسنا ونعمل رياضه ونروح الجيم ونيجي الصبح. اوعي تاخدي حاجه من النص بتاعنا. بلاش انت اوعي تاخدي حاجه من النص بتاعنا. تسليتي حته كده. قلت لك من عندي. بص يا محمد حطي عادي. هي هتعمل الاثنين، واللي هيعجبنا هناخده. الاكبر هناخدها. اللي يعجبك. هي دبست نفسها وقالت انا اللي هعمل. اما نشوف بقى. سحر هتاخد وجود. ما تقلقوش. هشوف الثانيه مين الاحلى وهختارها. هو انت صحيح في فريق مين؟ انا في فريق محمد البطل. فريق البطل. لازم نجيب عينة منكم. وانا فريق ستي. فريق البطل بقى كده. تحية كبيرة بقى. يلا تحية كبيرة كمان. يلا سمعينا زغروتة. يلا
الله ينور يا حاج. استاذه استاذه بص هلقتلك. هنجيب يا جماعه الحاجه بتاع التتبيله وهنتبله وهنليفه ونظبطه ونسيبه لحد الصبح وبعد كده نقوم ناكله بقى. ناكله لا لا مش هناكله هو بالتوابل. هو اصلا هيسيبه في التتبيله لحد بكره ونسويه الصبح. هنتبله وندخله الفرن ونطلعه ناكله. قول ان احنا هناكله بعد ما هنسويه. نصحى الصبح ان شاء الله ونشوفكم على خير وتصبحوا على خير. مع السلامة بعد التحدي. Tomorrow. بصوا يا جماعة ربنا يستر. يعني ننفخهم يوم ما ينفخونا. هيلا هيلا. يلا يا عفروتو. 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 لسه واخدينه دلوقتي من عند سحر. هنشوف بقى شكله عامل ازاي. احنا استلمناه كده ملفوف زي ما هو. تعالوا بقى عشان انا هبهركم بقى. تعالوا بقى عشان هوريكم المنظر دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه بقى ده؟ تعالي يا حاجه افتحي. انت تفتحي وانا واقف اشيل. الله اكبر. الله اكبر. يا ده لا العجل اهو العجل اهو. بسم الله. العجل في النهايه. انتوا مش شاملين الريحه اللي انا شاممها دلوقتي. هيحطوا عليها. استنى اما نبدا الستوب واتش. لا لا هاخد حته بس. امسك عصابك. بص هدوق بس. هدوق قبل التحدي. طب خيارايا اللي عندك. تماسك تماسك. ورينا بس ايه فلاحتك. بصوا يا جماعه احنا دلوقتي بقى هنبدا وهنبدا الستوب واتش. وطبعا اول ما هنبدا الستوب واتش هتعدوا معانا. والفريق الخسران انا عايزكم ما يصعبوش عليكم. الفريق الخسران دوروا في الدرب. ولا هم اللي يحكموا حبايبنا. احنا نحب نقول لسحر تسلم ايديكي على العجل التحفه ده. ريحه وشكل وهيبقى طعم احنا واثقين ان شاء الله. يلا بقى. بس برضو العقاب مش هنرحم حد. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين بصوا بقى يا جماعه. طب يلا بقى عشان انا مش قادر. لا هيحسبوها علينا. نسيت. هيحسبوها. ايه ده؟ امسكنا. امسك العقل. سوري سوري سوري. امسك العقل. انا حاسس ان شلت العظمه. هو في احد مصر؟ لا لا ما نطلعش العظمه لو احنا بنام. بسم الله الرحمن الرحيم. عشان الضمير يعني. نبدا الستوب واتش. طب استنى لما نكون جاهز. جاهز يا رماس؟ لو خسرنا هعمل فيكوا ايه؟ هتنزل لنا حماس. احنا هنخسر؟ لا. هما فاكرين ان احنا لما ناخد البنات الصغيره ان احنا كده هنخسر. لا دول اقوى بقى من الكبار. يعني دي اقوى من زيان ودي اقوى من يوسف. انتوا اقوى. واقوى منهم كلهم. احنا معانا الابطال. مين اللي هيكسب؟ مين اللي هيكسب يا ناس؟ مين اللي هيكسب؟ هنخلص العجل ده في قد ايه؟ مش سامع. مين اللي هيكسب؟ احنا هنكسب. جاهزين؟ جاهزين. جاهزين؟ جاهزين. يلا ابدا الاستوب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا ولاد انا هطلع لكم هنا. بص بقى. اللهم صل على حضرة الجمال. الله ايه الجمال ده؟ شايفين يا جماعه؟ يلا انا هاكل معاكم من هنا ماشي؟ بص لا لا احلى من جاموسي بكتير. اديني عسل. تحفه البتلو تحفه. لا وطعمه حلو قوي. التسويه بتاعته ايه نايحه. يا سلام بقى. حطي نعم بالعسل كده. يا سلام. طلع حط لنا عندنا عينيا كده. تحبوا العسل؟ كلوا وتغذوا يا عيال. كلوا وتغذوا واشبعوا. حد عايز عسل؟ لا ما تحطش قدامنا. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. الله ده ما فيهاش مين خالص. ما فيهوش مين. صلى على النبي. الله اكبر. الله اكبر. بص الحته دي بقى. شايف البلوزه دي؟ بصوا نايحه. بصوا اللهم صل على النبي. ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه ده؟ استاذه استاذه الله ينور عليك يا سحر. بس لو خسرت هتطبخي. ما تتكلمش ما تتكلمش. احنا خلصنا اللي كان قدامنا. اوعى كده. هات الحته دي كده. الله اكبر. الله اكبر. نفضها نفضها. بس تنفض ايه؟ ده الشيف بروك ما بيعمل بالظبط. الله على الجمال. يلا يا اولاد احطها قدامنا هنا ونفتشها. بص يا حسن دي اهي خلصت. الله اكبر. ماشي حطيها عندك اهو. يلا كلنا دي بقى. عايز حاجه احط عليها العظم. يلا بس خلي بالك عشان في عظم صغير في اللحم ماشي. خلي بالك احسن يقع. الله اكبر. الله اكبر. حط لكم عسل هنا معايا. يلا هحط على كل اهو. يا سلام يا مدام. ايه الجمدان ده؟ يا سلام يا عسل هنا. انا مش هاكل الكاموسي تاني. خد يا نير. لا جامد جامد. البتاله طلع احلى من الكبير بكتير. خد الله يكرم عليك يا رماس. هي ما شاء الله اصلا ده كانت مستويه وهي نيه. يعني من قبل ما نسويها وهي مستويه. هي البتلو حلاوته. انتوا مش متخيلين المنظر. انتوا مش نيفه نيفه. بصوا ايه الجمال ده؟ حد عمره شاف جمال كده في الدنيا؟ شباب ناكل ازاي؟ انا بمسح حته كبيره وبعملها. بصوا بتنيها كده وبتطحنها كده اهو وعلى بقي كده اهو كده اهو. حلوه يا رماس؟ طعمها حلو؟ حلوه يا اروه؟ حلوه يا سوسو؟ جميله. امانه عليكم كل اللي شفنا قول ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
خمسة وخميسة في عينين اللي ما صليش على النبي. هذا أفضل صلاة السلام. صلى الله عليه وسلم. سلك العظم ده، سلك العظم ده. سلك العظم ده. الرز مش معانا صح؟ إيه؟ الرز مش معانا في التحدي؟ الرز مش في التحدي، اللي في التحدي العجل بس. شدوا شويه على فكره احنا عمالين ايه نتمشى على عسل ونسينا ان احنا في تحدي. نسيتوا ان انتوا في تحدي؟ لا لا ما نسيتش. انت خلي بالك الاثنين دول عندهم طاقه مش عاديه. نفض الحته دي بقى. بص بس نفض الحته دي كده. بص بص اللحمه بتسلي من عليها زياده يا حسن. ما اعتقدش يطلع فيها مستويه حلو. مستويه حلو ما يطلعش فيها حته، ما فيش فيها الكلام، ما فيهاش عظمه اصلا. اللي ما جربش يا جماعه البيتلو ده لازم يجربه. ما شاء الله ما شاء الله اللهم صل على النبي. قربنا نخلص، قربنا على فكره. ده كل ده صدر. ايوه ما هو ده الصدر. احنا اعتبر خلصنا الفخاد. اسرع ما شاء الله. بس يا جماعه الريش بتاعتها تحس ان هي ايه يتعزف عليها مزيكا. اخلص بقى يا مزيكا. خلص يا خاله خلونا مزيكا. ان شاء الله هنكسب. ان شاء الله هنكسب. ان شاء الله هنكسب. يلا يلا انا بسلك لكم الريش اهو عشان اعرفكم ان احنا خلصنا. انا بسلك لكم الريش اهو عشان تعرفوا ان احنا ايه اقويه. اكله ايه؟ الله اكبر. لا فيها سمين ولا فيها اي حاجه ولا اي كلام. وما بتزورش. اصل اللحمه مستويه ازاي؟ عامله ازاي؟ جمدان. عن الجمدان نتحدث يا جدعان. معلش بقى اعذرونا بقى عن الزروطه اللي احنا فيها، بس ده عجل مش اي كلام يعني. الله احط على ده كله عسل؟ اللهم صل على النبي. الاكل الصغير بيخلص بسرعه، يعني الكباب بيخلص بسرعه. يلا عسل على كله اهو. قربنا نخلص على فكره. الله ريشة يا محمد. بص بتسلي تسلي. ما فيهاش عظم اصلا. ما فيهاش عظم. ما شاء الله. بس انا عندي ضمير ازاي بقى. برافو يا رماس. الله اكبر. ده انت هتكبر هتبقى في سته ابتدائي بعد التحدي ده. شد شويه نيره. انا باكل اهو. سامحوني يا جماعه على الزروطه دي يا جماعه. معلش ده عجل يا جماعه. ده عجل يا جماعه مش معزه. اعملوا لنا كفته. اعملوا لنا بقى البتاع دي عجل وفيها شويه لحمه عايزين ناكلهم. فرصه يا محمد دي نزل لهم اللحمه عشان يعرفوا ياكلوا. عينيا يا باشا. احلى حته لحمه لاحلى نيره. اللي يخلص يا جماعه يقول لي هات. بس العرق ده، العرق ده بقى بيبقى سكر انا بعشقه. ايوه نفضيه بس كده. يوسف غسلني يا حسن. ما شربش كتير. ما شربش تاني؟ مش هشرب سيفن تاني خلاص. اهي نفضيه كده. يا مسهل يا رب. عايزين بس نخلص عشان الوقت بيفرق، الثانية بتفرق معانا. يلا ماشي؟ نفضيه لكم العظم كله اهو يا جدعان. يلا. شدوا شوية. على فكرة بص البرتقال ده ممكن يخلي ايه النفس تظبط. هو ما بيجزعش اصلا ما فيهوش سمين. اصل انا عن نفسي بدأت اشبع. ما فيهوش دهون اصلا. بدأت تشبع. هو ده يتشبع منه. خلي عندك دم. بص خد دي معايا كده. خد دي كده؟ على البق كده. بص العظمية. على فكرة احنا لو خسرنا العظمية تطلع فاضية يا محمد. الله أكبر عليك. أنت لو خسرناها ما بتاكليش. لا بس. كل يا أروى. شاطرة يا ناس. شفت السيرة يا محمد؟ محمد عمال منسل لنا النسات جازلة. الله ينور. على فكرة احنا خلاص احنا نعتبر بنشطب وعايزين عايزين نخلص على الرز ده كمان. بص يا أبو خد قد إيه قربت خد قد إيه. الفلفل الرومي ده؟ طعمه حلو قوي. البرتقال حلو رقم. بص ما تحطش قشر البرتقال هنا يا شعر عظمه. محمد بص هات من عندك كده حتت لينا. ايوه خد يا خلصت اهي خد. يلا عايزين نساعد بعض كده. هو مش لازغ النسار صغيره. يلا الجلد ده ما حدش ياكل الجلد. الجلد ما بيتاكلش. ده جلد. فاضل كام حته اهو. لازم نعمل التحدي ده تاني. التحدي ده لازم يتعمل تاني عشان ما نشوف هنعمل فيهم ايه الاول. هننفخهم. احنا بس نكسب يعني. اتاكد كده ان احنا كسبنا. هنفكر ان احنا هنكسب عشان ناخد الفلوس. كل يوم فاضل حاجات بسيطه اهي. البرتقال بقى ده حاجه جامده. حسن بيخليه كل ما اكون هشبع ارجع تاني اكل. شبعتوا؟ لا لسه. لسه صح؟ طب يلا احنا قربنا نخلص اهو. هنخلص وهروح اجيب لكم ماكدونالدز او بيتزا. اللي هيخلص بسرعه اجيب له بيتزا. ماشي؟ بيتزا شيء ده احلى من البيتزا واحلى من كل ده. ده البرتقال ده كده خلي الواحد ايه نفسه تظبط تاني. انا عايزه برتقال. البرتقال البرتقال ولا عنب ولا رمان. البرتقال البرتقال. انا اكلت اكتر واحده اكتر منكم كلكم. ما حدش يقول لي كلي تاني. انا اول واحده واكله. ممكن يا نيره تفتحي لي كنز؟ ممكن يا الله. عايزين ناكل شويه رز. طيب كلنا عايزين نخلص اللحمه الاول اللي في التحدي. ماشي. عشان نوقف الستوب ووتش. لازم الستوب ووتش يقف الاول. والستوب ووتش بادئ. محمد احنا ما عندناش حطينا حتتين من اللي قدامك دول. عينيا يا باشا احلى حتتين. يلا يا بنات انا مش لاقي حاجه ثانيه اكلها. يا بنات
يا بنات يا بنات حلوين حلوين كله كله يا بنات طعمين طعمين يلا ارمس بلعي اللي معاه حته في ايده خلصها يلا انا كده خلاص انا في بقي بس احنا معانا اربع بنات كله بلع بس لسه انا بلعت وانا انا بلعت من بدري وبشرب سكر نوقف الستوب واتش بقى يا جماعه لسه نمزم في الرز بقى لا نوقف الستوب واتش ده انا اهو انا دلوقتي كده خلصت ايه ده ما تقدر الستوب واتش تاني عشان يقول ان احنا كسبنا لا ما احنا كده خلاص احنا كده كسبنا ان شاء الله التحدي وقفنا الستوب واتش نشوف هما كانوا قد ايه بقى كده احنا بالنسبه لنا التحدي خلص هناكل بقى رز كده هنمزمز فيه مع نفسنا هو الرز مش في التحدي بس احنا حابين ناكل الرز اجيب لك شويه رز اجيب لك شويه رز حط لهم رز من اللي ناشف ده الرز فيه طعم اللحمه ما طعم اللحمه نزلت عليه حلاوه اللحمه نزلت على الرز شوف يا جماعه مين اللي خسر واختاروا عقاب للخسران لو احنا الخسرانين اللي اختاروا عقاب قوي عادي برضو ان شاء الله احنا سايبين الحكم ليكم انتوا مكاننا اللي انتوا عايزين تعملوه فيهم اعملوه فيهم احنا رحنا عقابهم اول ما الناس هتقول ان احنا كسبنا وخلصنا في وقت اقل ده لو هم يعني خلصوا ده لو هما خلصوا واحنا كسبنا برضو في الوقت ما عرفش انا سبتهم هناك وخدت الاكل ومشيت حط العيال رز حد عايز رز هات لنا شويه رز هنا من اللي هو عايزين نخلص الرز اهو شويه رز اهو حط بس اللي احنا كسبناه يلا احنا عايزين ننسى في الصينيه دي عشان الرز مش في التحدي فاحنا لما ناكله يبقى احنا كده ابطال قوي احنا كنا اكتر من نص الرز بس يا جماعه نقفل معاكم الفيديو بقى كده عشان ما نطولش عليكم ان شاء الله نكون كسبانين ان شاء الله نطلع متفوقين ان شاء الله نكون تميزنا عليهم هتجيلي يا سحر لحد عندي انتوا شوفوا هنا خلصوا في وقت قد ايه واحنا خلصنا في وقت قد ايه وعرفونا في الكومنتات واختاروا بقى عقاب للفريق الخسران وهيتنفخ هيتحط عليه ان شاء الله هنكسب ان شاء الله هنكسب ان شاء الله هنكسب ان شاء الله نفوقهم ان شاء الله نفوقهم ونعلقهم على النخله ونعلقهم على النخله اطلبوا كده في التحيات الخسران هنعلقه على النخله وكمان هنحط عليهم وكمان هنحط عليهم حط لايك للفيديو دلوقتي قبل ما تخرج ونشوفكم ان شاء الله على خير ومع السلامه مع السلامه ايه سكر يخرب بيت ايه ده المصحف تحفه ايه الجمال ده انا خلاص انا اكتر حاجه التتبيله اللي عملت كده عشان في التتبيله من امبارح